بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين والمستمعين في كل مكان، طبتم وطاب مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج ما في مشكلة، نبحث عن بعض المشاكل نتناولها ونناقشها من خلال الطرح مع أهل العلم والاختصاص. أسعد كثيرا أن ألتقي اليوم بالدكتور سارة أبو، أخصائي اجتماعي عبر هذه الأمسية. أهلا ومرحبا بك. الله يخليك. تسلمي كثير. أيضا يمتد الترحاب بي عبر الزوم بالدكتور أحمد الأبوابي من المملكة العربية السعودية، استشاري الطب النفسي وأستاذ مساعد بجامعة الباحة. أهلا ومرحبا بك ومساء الخير عليك. أيضا يمتد الترحاب عبر الزوم من بريطانيا مع الأستاذ النوار سراج، أخصائي العلاج النفسي والصدمات. أهلا ومرحبا بكم ومساء الخير عليكم. طبعا مشاهدينا، دائما في كل حلقة بنختار واحدة من المواضيع المهمة والتي دائما ما نحب أن نتناولها من أجل النقاش والمداولة عبر برنامج ما في مشكلة. موضوع حلقتنا اليوم يتحدث عن الحب والكراهية، وعندما نقول الحب والكراهية نجد أنهم جملتين ما بتلاقوا مع بعض خالص، ما بين الحب والكراهية. لكن إحنا الليلة حنتكلم وحنشوف شكل الرابط الذي يربط ما بين الاثنين، ما بين الحب والكراهية. في الأيام الماضية يوم 8 مارس احتفل العالم بيوم المرأة العالمي، وهو تعظيم للمرأة ولكل السيدات، والتحية لكل امرأة سودانية والتحية لكل سيدات العالم على المجهودات الكبيرة والعظيمة والتي لها أدوار دائما ما تعرف بالمجتمع بأدوار مميزة وقيمة. تحية لهن جميعا نون النسوة. احنا اليوم دكتورة سارة حنتكلم زي ما ذكرت عن الحب والكراهية، ولما نذكر الكلمتين ديل بنلقاهم شوية كده صعبات مع بعض، ما بتلاقن. أيوة، ما بين الألم. والله بتلاقن. أيوة، ما بين الكراهية والألم. إذا سمحتيني. ها؟ بتلاقوا. ما بتلاقوا. والله بتلاقوا. والله زول اللي بحب ما بيكره. والله بيكره. يديك العافية إن شاء الله، ومرحبا بك ومرحبا بكل الموجودين معنا عبر الزوم. نبتدي حلقتنا، وعندما نقول الحب، لماذا الحب ينقلب إلى كراهية وألم؟ طيب، ما خلينا نعرف الحب ده وشنو. طيب تفضلي. هو طبعا نوع من الإحساس تجاه شخص ما أو شيء ما، أنت بتحبيه وبتنتقيه وبتصطفيه، بيجيك إحساس بأنه الحاجة دي أنت عايزاها تكون عندك، والإحساس ده هو إحساس بتدخل فيه السلوك عشان تترجم، عشان أنت تعرفي الإحساس ده شنو. وهذا السلوك قد يكون نظرة، قد يكون هدية، قد يكون تدي فرصة يعني تخدم من الشخص الثاني، أو قد يكون يعني سلوك أكبر من كده تجاه مثلا مؤسسة أو وطن أو إلى أو أسس زي ما أنت ذكرتي للمرأة. وتحية لكل نساء العالم في بعد يعني كان يوم 8 تحية لك أنت ذكرتي كمان. الله يكرمك. الله يخليك. فهذه الأحاسيس هي بتتأثر بتأثر الوضع، سواء كان من الشخص نفسه أو المحيط الحوله أو من الطرف الثاني. أنت قد تكوني بتحبي زول أو ميالة إليه. طبعا علماء الدين بيفتكروا إنه الحب ده مستقر هو حاجة صغيرة بسيطة، لكن بيتكلموا عن السكينة، الرابط الأكبر اللي هو الإحساس الأكبر الأعمق اللي هو بيشمل كل شيء، كل شيء يعني اللي هو نوع فيه نوع من إنك تبذل أي شيء في سبيل إن الشخص الثاني أو من تحبين أو من تريدين. ولكن لما نجر الكراهية، وخصوصا فيما يتعلق بين الأطفال وأمهم والأبناء ويعني وأمهم أو أبويهم، هم بحبون بحبون، لكن بتجي مرحلة الكراهية بتكون هذا التناقض العجيب في الأحاسيس مرده سلوك من الطرف الثاني. ما أصلا عشان أنا أحبك ولا أكرهك، خلينا نشوف نخلي الحب المفهوم بين البيت والرجل ده ما موضوع ثاني. نعم. اللي هو المعني بشيء آخر. نعم. المعني إنه الناس يصلوا به ولشيء آخر. فكرة عاطفية تختلف. نعم. عن الحب الطبيعي. عليه بتكون موضوع النظرة، موضوع يعني الحاجات الثانية، لكن الحب المربوط مثلا بالأسرة هو الحب المنفعة والاحتياج والتعود والوجود يعني مع بعض، يعني أمك معاك وأنت متعودة على هذه أمك الودتك، فبتدخل أشياء ثانية بتخليك أنت ميالة لهذا الشخص، وبتولد الإحساس العميق العظيم دي اللي هو بيشمل كل
النواحي الأخرى في جسم الإنسان. نعم. دائما احنا لما نقول كلمه حب بتتربط دائما الجمله دي بمسميات كثيره، او يمكن في بعض الناس بيحاولوا انه يشوفوا انه جمله الحب دي مختصره على اتجاهات معينه. نعم. فانا مثلا لما اجي اقول والله انا بحب استاذي فلان الفلاني، يمكن في البعض بينظر لها بنظره غريبه او عيبه. نعم. او ما. نعم. صحيحه. نعم. نعم. لكن ربنا قال لك اذا احب العبد حب بخلقه فيه. صح صحيح. ولكن قد يكون ذات الحب قد يكون في لحظه ما يكون في كراهية، لو كان السلوك لو بدر سلوك ما في مكانه بالضبط. نعم. يرجع تاني الحب. نعم. معانا عبر الزوم من المملكة العربية السعودية الدكتور أحمد الأبوابي، مرحب بك. الإخوة في الكنترول عبر الزوم جاهزين معانا؟ أهلا وسهلا، مرحب بك يا ندى. مرحبا يا دكتور أحمد. مرحبا اهلا ومرحبا بك ومساء الخير عليك ان شاء الله يا رب. نتحدث اليوم عبر حلقتنا عن الحب والكراهيه، وقلنا جملتين ما بتربطوا مع بعض خالص، رايك شنو انت؟ احنا نمشي لنوار لحد ما دكتور احمد يكون جاهز. مرحبا استاذه نوار. اهلا ندى، كيفك؟ كيف حالك؟ وكل سنه وانت طيبه، وكل امراه عامله، وكل امراه مميزه بالف خير. وانت طيبه يا رب. والتحيه لك وللدكتوره ساره ولجميع الامهات والنساء العالم. تحية لي أنا شخصياً كامرأة يعني ربت أولاد لوحدها في الغربة، أربعة، اثنين منهم في الجامعة الحمد لله، فمع الدراسة والتحضير والعمل، فالحمد لله. تحية لنا كلنا. يديك العافية إن شاء الله يا رب. الحب والكراهية، تناولنا الموضوع الليلة من زوايا مختلفة ومتنوعة. لما نجي نقول حب أكيد ما بنكره، ما بننظر لها بنظرة الكراهية، وإنما حب بمستوى الحب. Yes. أنا أتفق مع دكتور سارة إنه هما أكثر يعني أكثر للتقارب من بعض كشعورين أكثر من إنهم متناقضين. الحب والكراهية كذلك يعني الدراسات يعني في نيوروساينس يعني بتوضح إنه في منطقة في البرين اسمها الإنسولا بتضوي، يعني لو شفناها في الام ار اي بتضوي في نفس المنطقة بتضوي في حالة الحب وفي حالة الكراهية، فهم شعورين أشبه ببعض أكثر من أنهم مختلفين. نعم. بتفتكر أنه الإنسان اللي بيحب ممكن يكره؟ نعم. وكذلك الدراسات أشارت أنه كل ما زادت درجة الحب للشخص كل ما زادت الكراهية إذا حصل موقف معين. ومن أهم الأشياء اللي بتأدي بتحول الحب إلى كراهية هي الخيانة. نعم. ودي حاجة صعبة شديد بالتأكيد. yes. الواحد ما بيقدر يتراجع فيها تاني أو يعيد فيها المفاهيم. صحيح صحيح. لا لكن ما بين حاجة أنا عايزة أتطرق لها ندى، شنو أصلاً هي أسباب الكراهية؟ يعني الكره كشعور شنو هو الأشياء اللي بتسبب وليه إحنا بنكره شخص ما؟ نعم. فمن ناحية سيكولوجية بتقول إنه أول سبب للكره هو الاختلاف. نعم. يعني مثلا بتلقي في أوروبا الاختلاف، مثلا الناس الناشوناليزم أو اليابانيين مثلا يكون بعضهم عندهم كره للمهاجر. فالسبب هنا الاختلاف والخوف، ربما بيقولوا انه يمكن يسيطر على مواردنا، يمكن يكون احسن مننا، يمكن احنا نفقد عملنا. فالسيكولوجيا في اسباب منطقيه للكراهيه. والسبب الاخر اللي هو مهم جدا واللي هو ربما نتطرق له بالتفصيل ليته اللي هو الاسقاط. يعني احنا كل ما كرهنا شخص كل ما
ده علامة لنا نحن إنه في أسباب إحنا بتحرك الجوانح خلتنا نكره الشخص ده. يعني هي اكيد طبعا الكراهيه دائما ما بتجي كده من فراغ، وانما لاسباب مقنعه وقويه جدا بتخلي الشخص يصل لمرحله الكراهيه، لانها دي مرحله بعيده شديد. خليكي معانا دكتور انوار ومعانا دكتور احمد. مرحبا مرحبا يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. متاسف للعطل شويه، ان شاء الله ما يتكرر ثاني. الله يخليك دكتور احمد. هنالك مقوله تقول ان الاهل والبيت الكبير يعني لهم دور مهم كبير جدا جدا في مساله الكراهيه، هم اللي بيدخلوك في مساله الحب في مساله الكراهيه من خلال شكل التعامل والاسلوب وتلقين الاطفال انه فلان ده كذا وفلان ده كذا. تفضل. شكرا جزيلا. هي المساله اللي علاقه بالانحيازات الاجتماعيه والثقافيه. فبطبيعه الحال الاسره اللي بتعتمد على نوع من يكون حاز او للديانه بتاعته او للجغرافيا بتاعته هي بتخليه مهيئ اكثر لانه خلال اي مقدمات يكره شخص محدد بمجرد انتمائه لثقافه محدده او دين محدد او غيره. فمؤكد انه التربيه عندها دور اساسي كيف نخلي الاطفال من اول نشاته بيكونوا واسعين للاخر محبه وتفهما. هم حاليا لدرجه كبيره لانهم اقرب الى الفطره. يعني هم اقرب لقبول حيث هو الانسان. لكن زي الفكره بتاعت يعني ابواه يحوذانه او ينصران الحال نوع من التطبيع الثقافي خلي ينحرف عن الحاجه القبليه الاولى دي. لذلك مؤكد انه في دور كبير جدا. لكن هنالك في بعض الابناء بيقول لك يعني انا والله والدي او والدتي طالما بيكرهوا الزول ده فانا والله ذاتي ما درته او ما حبيته، من دون ما يعرف الاسباب او يعرف هم كرهوا ليه او بيحبوا ليه، فبس على حسب الوضع الموجود في البيت هو توجه على حسب هذا التوجيه من دون ان يبني الاساسيات الاختيار على حساب التعامل الشخصي بينه وبين الشخص اللي تم كرهه او محبته. صح يا دكتورة سارة؟ كلام الدكتور ده كلام مهم شديد جدا. هي طبعا ثقافة المجتمع هي التي تؤثر. يعني حتى العلم الآن يعني أصبح حتى المرض بقت البيئة عندها تأثير عليه. يعني الملاريا هي الملاريا، لكن لما تيجي أنت في الأمراض في البلاد بتكون مستوطنة فبتكون وضعها بيختلف، الكمية الحالة اللي بتحصل لزول حالته الصحية الغذائية وإلى آخره، فبتكون الأمور مختلفة. فالثقافة لها تأثير قوي شديد، خاصة إذا كان الأطفال ولا الأبناء ولا الجيران محتكين مع بعض فبيبقوا زي العصبة اللي هي الـ 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 يعني التنشئة لها تأثير سلبي وإيجابي على الشخص ده المجموعات الثانية، وخصوصا الإحساس بالحماية. يعني احنا بنتكلم عن الكراهية، قد تكون الكراهية جمعية، يعني بكره جنس الناس البيض، بكره جنس الناس السود، بكره جنس، يعني بتبقى كراهية ماس حجمها كبير بدون تبرير. لا زي ما انت قلتي وذكرتي وتفضلتي انه قد يكون التنشئة هيئة الشخص لكراهية غير مبررة وما في سبب يعني مركز على انه انا بكره الشيء ده او بحبه. لكن لما نبتدي نتكلم عن الشخص كفرد وهي اساسا المشكل به من الافراد فهي بيبقى هنا بعد ده الوضع بياخد اختلاف شويه. يكون عن هناك في اسباب للشعور من ناحيه الحب ومن ناحيه تحت الخوف الكراهيه عفوا في ان واحد، يعني انا طالما خلاص قمت وشبيت وشفت الحاجه دي حاصله فيبقى بعد ذاك الشخص متردد ما بين الحب والكراهيه وما بين تقبل الامرين مع بعض. اي والله شوفي انا داير اقول لك التلازم بتاعهم بيبقى مع السقف التوقع وسقف الحب. يعني انت بتحبي زول شديد جدا جدا وبيك الدكتوره ذكرت لك بسمه حلو شديد النوار، انت بتحبي زول يعني الحب شديد، فجاه
الشخص ده وحبك له لقيتيه عنده علاقة مع واحدة تانية، الصدمة بتجيكي بنفس مستوى الحب اللي انت قلت شايلاه، عشان كده مش بتكرهيه وبس بتكتشني. نعم، ما لكل فعل ردة فعل. نعم، بتكون متواسية تماما معها، فدي بتبقى مشكلة كبيرة. المجتمع دائما ما يتوقف عند مسميات الحب بمفاهيم معينة أو بمقاييس معينة. نعم. يحصرنا في حدود المحبة في اتجاهات وينبذ اتجاهات أخرى. نعم. محبة المحبوب ده شيء معروف وما نعم. فيه اثنين نعم. ثلاثة، لكن لما ده شيء برع قائم بذاته. لكن لما يكون في محبة ما بين الأخوان، محبة ما بين الجيران، محبة ما بين الزمالة، محبة بالقوة، الجيرة، الصداقة، دي كلها مسميات جميلة جدا جدا. بيجي يقولوا لك لا والله ده ما بنقول على الحبيب، ده احنا بنقول على زميل. احنا طب اي هو ممكن يكون زميل، لكن يمكن يكون زميل مقرب، جار مقرب، مأثور صديق. ليه أيوة. أيوة. ليه دائما المجتمع بينظر الى هذه الجمله بنظره بتاعت عيب وغلط وما صح؟ ما لانه كلمه الحب هي يعني حتى لو بتمشي في الخطوبه الناس بيقول لك والله ولدنا قال بحب قال دايره. فبيستر وبيغلفوا يعني الكلام، لانه حيي مجتمعنا قام حيي ومشينا على الحياه. يعني حتى كلمه حب يعني اسي بنتي بتقول لك الرجال ده انا بحبه، يعني نادر غايت اسي الشباب الزمن بيقوا يقول لك بكسر رقبه طوالي. فالمجتمع عنده يعني اسلوبه في انه يغلف الاشياء، ولكن يظل المعنى هو ذاته، يظل الشعور هو ذاته، وتظل الكلمات هي بس انت بتنعميها عشان توصليها، يتم تغليفها بطريقه مقننه. البيدي انا دايره والله البيدي خلاص انا هي يعني كواكب. ايوه يعني موضوع مقضي. نعم. دكتور احمد رايك شنو في الكلام اللي احنا قلناه ده؟ صحيح طبعا، يعني نحن في تنميط للاشياء وفي نوع من التابوهات تسمى يعني، وحقيقه الخوف انه نحن نوصف باوصاف محدده فيما يخص العواطف بتاعتنا، لكن الحقيقه العواطف نفسها في مجتمعاتنا بصوره كبيره مجرده بندسها يعني دائما يعني وبنخفيها ما بنظهرها. الزول العقلاني، العقلاني الزول الجامد ما بينفعل، حتى في مثلا لو في زول حصل وفى مثلا يعني في انسان بكى راجل يعني بكى، لا الناس بيشعروا انه زي النقص في الوجود. نعم. المساله ما عندهم. فحتى المجتمع العواطف بحد ذاته لما العواطف تتحول الى حاجه رومانسيه يكون في مشكله في التعبير عنها. وحذر حتى يعني حتى برضه شعور الناس بانه الزول اللي هي يصهر حبه لزوجته مثلا. الحاجه دي ما محبسه في مجتمعنا بشكل عام. نعم. نعم، عندنا كبت لحاجات كثيرة احنا ما بنقدر نبوح ونصرح بها. لا طبعا. نعم. كبت الأشياء احنا موجودين تماما، احنا عبارة عن كائنات مدفونة. أنا ما قلت قبل شوية للدكتورة سارة لو حصلت الحاجة دي بيكون فيها كسر رقبة ما بتتقبل. أستاذة نوارة. صحيح هاي. نعم، أستاذة نوارة معانا. ألو؟ نعم. نعم. أنا كنت بس عايزة أخلص النقطة بتاعتي. لانه حتى لو ما كان حبيب يعني في ناس كده تقول لك انا لله بكره زول بس ما بحبه خلاص. فلانه هو شعور ممكن يكون محير شويه، فانا عايزه اساعد الناس تفهم ليه احنا ممكن نحس الاحساس ده تجاه شخص معين. حتى لو انت ما شفته او ما عرفته من قرب فبتحس الاحساس ده من دون معرفه. ممكن من اول يوم شفته. بالضبط. السبب انه في حاجه اسمها اسقاط، ظاهره سايكولوجيه البروجكشن يتكلم عنها فرويد، انه احنا في اجزاء مننا احنا رافضينها كما ذكر دكتور احمد عندنا كبت. فالاجزاء اللي احنا رافضينها من نفسنا بنقول احنا بنسقط على الاخرين. يعني مثلا اذا انا شفت زوج ناجح المساجين والناجحين بتلقيهم اكثر الناس قربا للكراهيه. لانه الزول لما يشوفهم
هيخاف شنو الحاجات اللي انا المفروض اتنازل منها واضحي من اجل انه اصل مرحله الزواج. يعني انا عايز كم ساعه تدريب، عايز اشتغل، عايز اجرى كم حاجه عشان اصل مرحله الزواج. فالاحسن الخوف ده هو اللي يخلينا نسقط المشاعر ونكره الزواج. نعم. طب احنا كيف نقدر شخص بنكون مثلا بي 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 بنحبه وبنقوم نكرهه في نفس الوقت، يبقى بعدك انا كيف اقدر اعيد تجديد هذا الحب من اول وجديد وابعد عن هذه الكراهيه؟ هل من خلال تعامل الشخص الاخر معي بطريقه الطف واحسن وتجويد العلاقه، ولا بتتم كيف عشان انا اقدر انسى مساله الكره وارجع لمساله الحب مره ثانيه؟ دكتوره ساره، نحن بالضروره نفرق ما بين الغيره ونفرق ما بين الكراهيه عشان ما نقع في مستنقع يعني بين دودة في صحيح، زي ما ذكرت الأستاذة. نعم. يعني في الغيرة والإسقاط، كلمة الإسقاط دي معناتها تسقطي ما بنفسك على الآخر. يعني عشان كده يعني كثير من نظرية الإسقاط دي بتتوه الحاجات وبتودر الأشياء، ويبقى الزول بيتعامل مع كأنما الشيل إحساسه ده في الزول الثاني ويجيبه. ولكن ما انت خلينا الحب ده ما يكون افراد. انا ما بحب السلطه، ما بحب طبيخ القرع، ما بحب يعني الحب مربوط باشياء كثيره، اشياء كثيره. نعم. انت الحاجه دي ترغبينها ام لا، هذا دل 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 ده بيت القصيد. فلو بقينا للناس وسؤالك اللي انت سالتيه، اذا كان شخص وهي بيك نوار قالت كلام مهم شديد، بقدر العلاقة طردية، بقدر الحب الكبير، وبقدر الصدمة، صدمة سواء كانت أيا كانت وزي أسوأ الخيانة. طيب أنت عايزة ترجع العلاقة تعيديها، الدور الثاني الشخص اللي هناك ده بقى عنده مسؤولية كبيرة، وأنت هنا بعد تخلي العواطف جانبا تبدأ تفكري بعقلانية، وتفكري بعقلك. عندك أطفال، مصالح الأطفال، ما عندك بيت تسكني فيه ويبقى انك انت مصلحتك الشخصيه يعني، وهكذا. اذا هي بعدك تبقى تتحول لفكره مفترض تكون عقلانيه لمصالح معينه. عندنا اتصال من الجزيره. عفاف مرحبا بك. الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام والرحمه. استاذه ندى، اهلا يا مرحبا. مساء الخير استاذه ساره ابو. مساء الخير. عليكم السلام. أتسلمي. الليلة موضوعكم موضوع جدا جميل جدا جدا، عن الكراهية والحب. والحب، يديك العافية، تفضل يا عفاف. يلا، هو الكراهية والحب خطين متوازنين زي ما بقولوا. إذا قلنا الكراهية هتبقى الكراهية، إذا قلنا الحب هتبقى الحب. يعني في بعض الناس يعني يقول لك يا أخي الشخص ده أنا بكرهه، يعني من غير ما يحسب حساب أو من غير ما يعرف جواه وشنو، من غير أي حاجة يقول لك يا أخي أنا الشخص ده من ناحيته بس نفسي كده بس أنا كرهته. لكن في ناس يقول لك يا أخي والله الإنسان ده أنا بريده جدا من آخر ضمير، أنا الإنسان ده بحبه. يعني في بعض الناس زي ما قالت سارة أبو بق في الحب، يعني أنت لما تلاقي شخصي بتكون زي ما بقول بخش القلب من غير استئذان. نعم. ففي ناس بواجهوا الحب بيقول لك والله أنا الزوج ده بريده. هو الحب ده ما ثلاثة أنواع، في واحد بحب أولاده، بتحب زوجك، بتحب أبنائك، بتحب لله سبحانه وتعالى. انا بحب ندى، بحب سارة ابو، ده حب لله سبحانه وتعالى. لكن اما الكراهيه دي، يعني في ناس الكراهيه دي بيجيبوها لنا في سمزات، في سمزات، يعني بتلقاهم بيتدخلوا في خصوصيات ما حقاتهم، بيتدخلوا في ما يعنيهم. يعني مثلا كعفاف دي بتتكلم بتلقى ذاك شنو الشابه قطع الكلام او الشابه قال الكلام، يلا هنا في حته زي دي انا بقوم بتضايق. صح. ليه الانسان ده بيتطفل في كلام ما كلامه؟ ليه بتخصص في خصوصيات؟ يلا هنا انا الشخصي بقول شنو؟ بكرهه في حته زي دي، لكن انا ما بقول بكره الانسان لانه ما خلقته. نعم، كلامك جميل والله يا عفاف، يديك العافيه وشكرا لمداخلتك الحلوه، تسلمي كثير. دكتوره ساره، كلام عفاف طبعا جميل جدا جدا، وقالت لك الحب بيتقسم لثلاثه، حب الابناء وحب الزوج والحب العام. قالت لك بتكره لانه مرات الكراهيه دي بتجي كده براها من خلال تصرفات الشخص. فانا عندي حته معينه حابه اقولها، مرات الكراهيه دي بتجي لله، او مرات بيكون من خلال تصرف شخص، تدخله، الاسلوب الجارح، كلمات مرات بتكون ما في حتتها، فبتخليك تصل الى مرحله الكراهيه حتى ما بتحب تواحد تقولي له السلام عليكم.
بتكون بس عندي خلفيه يعني اللاب جوا بس فكره هي ايوه داخله. ما بحب جنس الناس اللي بيتكلموا كده، ما بحب الناس اللي في ناس بتدخل اسلوبهم جارح في ناس وكلامهم الطريقه مسيخ يعني كده بس وناشف. يعني الشيء الاول يعني اللي حصل قد يكون انعكس او ظرفي بيت قلت كلام، قلت انا ذاتي الحاله اللي انا فيها قد في اللحظه دي ما بتسمح لي انه انا اكون استحمل لي زول جديد ولا احب لي زول ولا اكتشف. انا اتكلم عن الحب العميق الموده والحاجات، نعم انه بتكلم عن انك انت الحاجه دي بتحبيها فعلا ولا ما بتحبيها. فانا ما بحب اسلوب الزول ده، الزول دي زول دي ظريفه لكن طريقتها ما حلوه. الشخص التوب ده جميل لكن ما بخيل معاي. يعني الحب انت بعد مرات بيرتبط بحالتك انت ذاتك شخصيا هي الحاجه يعني الثانيه، وهكذا الحال بالنسبه للكراهيه. المبررات قد تكون، لكن يعني بعد مرات مثلا نوعيه افلام الرعب انا ما بحبها، نوعيه افلام كده يعني ليه؟ لانه هي قد ما تتماشى معاي، وهنا انا بسقط الحاله اللي علي انا على الشيء الثاني واقول الحاجه دي ما بحبها، لكن هي كويسه وعندها من يستانسوا لوجودها او لحاجاتها يعني. نعم نعم، واحنا زي ما انت قلتي الحب دائما ما بيكون مبني على افراد وانما على اشياء كثيره، أشياء نعم. اذا كانت متعلقه بالاساس، متعلقه بالتفاصيل العامه، الاكل الشراب، دي كلها داخل فيها الحب والله وداخله فيها موت موت الكراهيه. الحب موت موت. عشان كده لقيت دكتورك قالت لك كراهيه. نعم نعم، لكن دائما الناس بتربط الحب اذا كان في مواضيع الاكل والشراب فبقول لك دي حاجه خاصه او حاجه يمكن بتتعلق بالشخص في ذاته، لكن لما نجي نربط الحب والكراهيه بافراد فبتيجي تلقي انه الحاجه اللي بتخليك تصل لمرحله الحب لشخص هي مرحله الود، الاحترام، التقدير، الاسلوب، التعامل الجميل والانيق بيجذب الشخص، الابتسامه في وجه اخيك زي ما الشيء بتفتش عنه انت. نعم، الشيء بتفتش عنه، الشيء بيريح بريحني يعني. أيوة، مثلا اللي بيحسسك بالارتياح مع الشخص الثاني. حبيت لي زول بخيل كان، اول ما اشوف لي زول كريم اقوم احبه. طيب ليه؟ انا بحب الخصله دي لكن ما معناته بحبه هو ذاته. هنا بيحصل لي لخبطه او كونفيوجن في لانه انا فعلا الزول ده فعلا ولا لانه انا هناك عندي صدمه قديمه. نعم. فالواحد يكون حذر جدا، بحب بعض الاشياء اللي بحبه، كلمه بحب دي قد تكون جزء من شيء وليست كل ككل. يعني نعم. انا لما اقول والله انا بحب الحاجه دي عشان بيحبوها الناس فلان وفلان، برضه دي مرات بتكون حاجه كويسه ما سيئه، صح؟ ما بالضروري، انت مالكم على الناس، ما انا الحين ليه رقبتي؟ ممكن انا مؤثرين عليه شديد. قد يكون فعلا، وبالذات تاثير البيت والاصدقاء. يعني نحن هسه لما نقول حتى الحاجات السلبيه والايجابيه بنقول الاصدقاء عندهم تاثير قوي على الشخص. نعم. يعني حتى اذا كان اصدقاء ايجابيين او سلبيين. نعم. هنا بيسووا لنا اصدقاء السوء والاصدقاء الكويسين. نعم. فدي اللي عندهم تاثير قوي شديد جدا، والمنطق تاثير مباشر. لا ديفنتلي. نعم. طب احنا عندنا الرجل السوداني دائما في 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 تعامله مع المراه في نوع من الجفاف العاطفي وقله وشح في الكلمات الجميله. لا برا بسويه ما بيقدر، لا برا بتكون بالطريقه الما دغري، لكن دائما الرجل ما بيقول لمرته كده قدام اهله واخوانه وكده يا اخي حبيبتي او انا بحبها، ايا كان طريقه الجمله بتخش كيف. يبقى انا والدكتور اتفقنا انه المجتمع ثقافته التصريح الا في الغنى، يعني يا في الغنى يا الحبيب ويا شنو كله بيقوله ويغني، ما بغني بشغل الاغاني ده ملكي. الله دي مشكله. فأنا عايزين نغير ثقافة عشان الناس، لأن الإنسان فعلا محتاج لتغذية الروح دي، يعني لأنه الروح دي زي الجسد بتتغذى، يعني عروقها ما تموت. عشان كده أنت الكلمة الكويسة، الكلمة الجميلة، الكلمة المريحة بتدفع الزول في انه يعني اكيد مرات. ايوه مرات احنا بنحتاج لكلمات يعني حلوه، صحيح بنحتاج لجمله بترفع من معنوياتك وبتدخلك كده في احساس ما طبيعي، يعني لو كنت زهجان وزعلانه تجي تعيشي عليها شهرين ثلاثه جمله واحده بس صباح الخير. بابتسامه لطيفه كده. نعم نعم، معانا عبر الزوم دكتور احمد ودكتور نوار، مرحبا بكم مجددا. انا عايزه اعقب على الحاجه اللي قلتيها معاكم انتوا الاثنين في، عفوا دكتوره نواره او دكتور احمد، انتوا الاثنين في بيئات مختلفه في المملكه السعوديه وفي بريطانيا، بالتاكيد مسمى الحب بيختلف والكراهيه من السعوديه ولبريطانيا على حسب اختلاف العادات والتقاليد وتواجد المجتمعات المتنوعه والمختلفه.
تفضل دكتور. تفضل يا دكتور. نبدأ بالثانية. هو الموضوع طبعا اختلاف الثقافات في طبيعة الحال، يعني المجتمع السعودي يعتبر بعيد عنه، يعني كبير جدا في المحافظة بتاعته، ربما يكون أشد مننا في حياة ثانية في المحافظة بتاعته، صار التجربة السلفية الكلاسيكية هنا موجودة. أكيد يعني نفس الفهم، يعني في حدود للحاجات، وأعتقد أن المسألة دي لو الثقافة الليبرالية في إسبانيا، يعني الفرصة بتكتفع للزيادة على الأكبر كثير جدا، وحاجة فراح يعني. نعم، يعني برا الحاجة دي بتختلف في شكل التصريح والمبادرة. هنا يمكن زي ما انت قبل ذكرت، عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا بيحصرنا في انتقاء بعض الكلمات والطريقة بتاعت التعامل، لكن برا بتختلف الحاجة دي. طيب انا لما اجي اطلع لمجتمع مختلف ومغاير عن اللي انا كنت فيه، بتعامل على حسب الجو اللي انا موجود فيه وحتى على نطاق البيت، ولا بكون محافظ على شرقتي او على اوضاعي اللي انا كنت متواجد عليها؟ انا بعتقد انه شيء من هذا وشيء من ذاك. أزنة يعني. دي دبلوماسية منك يا دكتور. دبلوماسي. يعني مكان ما مشيت تحتاج انك تتواءم مع البيئة المحددة. وافتكر البراح اللي ممكن يكون موجود في دول ثانية، دول يستغلوا يحرر نفسه من المكبوت الفخم ذي ومن القيود العظيمة، لا مكبوت. نعم. بحيث ما يفقد هويته، ما يفقد الاتساق بتاعه الناس، يعني وش الزول يمسك فهم يعني. نعم والله دي اجابه دبلوماسيه خالص منك. نعم استاذ نوارة. الدكتور يعني داري الشارع كله. ايوه استاذ نوارة، انت سمعتي اجابه الدكتور احمد ودكتوره ساره، نشوف رايك انت شنو؟ ربما من أهم الأسباب هنا في بريطانيا كمجتمع غربي، الفلسفه بتاعته مبنية على الفردية، مبدأ الأوتونومي. فمن أسباب الكراهية أثناء يعني البحث حقي قبل البرنامج هي الخوف من الفردية بتاعتهم، إنها يفقدوها لما يكونوا في علاقة، خاصة إذا كان علاقة رومانسية، يعني واحد يجي يعيش مع الشخص اللي بيحبه، فأكثر حاجة يكون خايف منها وربما تؤدي إلى الكراهية وانتهاء العلاقة، هو لما يحس إنه هو ما عنده خصوصيته اللي كان بيحتاجها، وديته اللي كان بيحتاجها، الآن لازم يفكر باثنين بدل ما يفكر بزوج واحد. نعم. فدي أكثر الحاجات الأسباب اللي بتؤدي إلى الكراهية والانفصال هنا في المجتمع الغربي. نعم، إذا مجتمع مختلف تماما وفكرة مختلفة تماما. دكتورة سارة، نرجع تاني، وزي ما قلنا مرات الشخص بيجيب كراهيته بنفسه من خلال التصرف. دكتور أحمد يعني داري يقول لنا إنه في البيت دخله شنو ما يحيم زي ما داري. نعم. منو الشارع تلاقيه ما يعبر. عندنا اتصال. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة، مرحبا بناس بلغلة. التحية لك الأستاذ ندى، والتحية لي الدكتورة سارة، والتحية للدكتور أحمد، والتحية للدكتورة نوارة من خارج السودان، والتحية لكل المشاهدين داخل وخارج السودان. يديك العافية يا رب. تفضل. معك سيرين تاجر من الولايات الشمالية بنقول. أهلا ومرحبا بك، تفضل. الحب والكراهية. نعم. والله طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فحتى النساء يعني الرجال يعني بكره النسوان لدرجة ما تتصورها، يعني ربنا قال ويجعل الله في خير كثير. المرة اللي كرهتها دي يعني شوف الجوانب الأخرى، شوف الإيجابيات. كذلك اللي هتشوف في البيوت إخواننا في الأسرة السودانية بنلاحظ أنه حتى لو رجعنا لقصة سيدنا يوسف
بنلقى الحب المرسوم كبير ويتعمق في انسان واحد في البيت، بعد ذاك بكون في عداوه، بعد ذاك بكون في تمرد من باقي الاطفال، ده بيولد الكراهيه لاخوانه. فلذلك الحب لازم لما يطلع من الزوج او الزوجه لازم يقسم بالتساوي حتى لا تحصل مشاكل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يديك العافية إن شاء الله، شكرا لك، يديك العافية. سمحت الاتصال من طنقلة. نعم نعم. وطبعا يعني الكلام اللي قاله عسى، نسى كلمة عسى دي، هو يعني ما وقف فيها كثير، يعني ليست حاجة إن أذك ربنا سبحانه وتعالى قال عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ربما، ولكن لا من لم يمنعنا عن الحب، يعني الإحساس بالحب والزواج والسكينة والكراهية دي كلها ما موجودة. نحن خلينا نعلي قيمة الحب، لأنه قيمة الحب دي قيمة هي يعني جميلة جدا، وكلامه صحيح وخاص بتربية الأطفال. يعني إحنا حتى ولو مشاعرنا جوا داخليا تجاه واحد من أبنائنا لا نشعر التانين بهذا الحب تجاه واحد، حتى إنه ما يحصل اختلال في العلاقة بين الأطفال يعني مع بعضنا الأخوان الأشقاء، نخلق لهم نوع من الشقة تبعد ويحسوا بالفرق يعني. نعم، وفي العادة بأنه الواحد سلوكه اللي بيخلي أمه وأبوه يكونوا محببين له، يعني بيحبوه لأنه بيهتم بهم، لأنه بيزعل منه ربما الصغير المريض وهكذا يعني. نعم، هو اصلا ما في والد بيكره الجناب، أكيد، لكن بيكون في واحد يعني مفضل لديهم من خلال اسلوبه وتعامله، ولكن لابد ان لا يظهر. نعم، هذا التفضيل. نعم، يعني هنا ده تكبته شويه لملمه شويه عشان الاطفال لمصلحتهم هم، لانهم ما يحصل ما بيفهموا الحاجه. نعم، ما بيفهموا. ولكن يعني نرجع لموضوعنا، يعني الحب المستقر بتاعه يعني جوه المشاعر القلب يعني، وطبعا العقل هو التحكم فيه بيكون صعب شويه، يعني الواحد بيكون بيحب زول كثير من الناس. انت قلت لي كده بس لله، اي في زول بتريده كده لله من دون ما تعرف عنه اي حاجه. لكن لو الواحد قعد وفتش بيلقى زي ما قالت جيبك القص، انا عندي شنو ناقص اللي شفته عند الزول ده، يعني بحب مثل العيون كده، بحب الرجل الكده، يعني بحب الزول المتعلم المتكلم، يعني كل زول عنده شيء يعني بالخلفيه بتاعته بتخليه يقبل الشخص ده. وبالمناسبه الحب ده قد يكون من اول مره وقد ياتي تدريجيا، يعني ياخذ زمن لغايه ما انك تصل للمرحله النهائيه. نعم، تتيم. طيب ممكن يجيني طفل يقول لي والله انا يا ماما بحب فلان وبكره فلان. طبعا لما نيجي يقول لك بحب فلان، انت بتتبسطي انه عنده احساس وعنده عاطفه اتكونت اتجاه الشخص ده، لانه الطفل دائما احساسه صادق وما بيكذب، لانه ده بحبه، لانه بيتعامل معه كويس. لما نيجي يقول لك انا بكره فلان، على قدر ما انت ممكن تحسي انه هو بجد شعوره ده صادق، على قدر ما بتكون المساله دي مؤلمه. مساله التفادي هذه الكراهيه من هذا الطفل اتجاه هذا الشخص مفترض تكون كيف من اتجاه طيب الام والاب عشان يعدلوا من الحاجه دي. تماما. الطفل طبعا ما بيعرف الكلام ده الا بيستمعوا من الكبار، يعني ما هي اللغه اسمها لغه الام، عمل حسابي. لا انا مركزه شديد معاك. فالاطفال بيشيلوا الكلمات اللي بتعبر لهم عن الاشياء، يعملوا لك بحب لان بسمع كلمه بحب، وانا بكره لان بسمع كلمه بكره كثير، والكراهيه حقته القاله دي ربما تكون واحد شال ورقته، يعني حاجه بسيطه، لكن او المدرسة مثلا حاولت توزن لهم سلوك داخل الروضة أو الفصل أو المدرسة، فدي خلته إنه تجي تتولد عنده الكلام. أنت محتاجة تعرف السبب شنو، والكلمات اللي بتفوهوا بها بدون هل فعلا هي دي الحقيقة، يعني لأنه الأطفال زي ما أنت قلت إحساس صادق، لك إلا وقال لك أنا بكره أزول حقه تقعدي معه وتسألي ومالك في شنو زعلان مشو، لكن مشنو تصر وشك وتحصل أخي وتجي او يعني اكره الشخص معه وتكرهي معه بدون ما تعرف. طيب انا كيف اقدر ارجع مساله الحب دي له ثاني؟ كيف اقدر ازرعها في قلبه من اول وجديد؟ ما تعرف الحاصل شنو، خلي تعرف الحاصل شنو في الاول، وخليه يحب في حدود الله المنطق والمعقول. ايوه يعني يتقبل. نعم، خلينا نقول يتقبل. نعم، احنا ما لما مرات لما نقول مثلا الاستاذ او حب الطالب لاستاذه، بنقول دائما انه حب الاستاذ جزء من حب الماده، وتفوق الطالب في الماده جزء من حبه لمعلمه، اسلوب المعلم. والاسلوب المعلم. نعم، بالتاكيد. يعني الماده صعب الحساب مش باسم فراق الحبايب. نعم، فراق الحبايب في ناس بيحببوه ليكي. نعم،
فالبيحبب ده معناته عنده اسلوب تربوي بيقدر يعني يجيب الاطفال عشان يحبوا. بعض المرات يقول لك والله انا ما فهمت ولا حاجه لكن ما يبينوا على البيت كنت مبسوط في الحصه. نعم دي من ناحيه المحبه. اما نعم. من ناحيه الكراهيه فبيقول لك انا والله الزول ده انا بكرهه عشان بكره كذا وبتكون ايوه وبيكون ممكن برضه تعامله مع هذا الطفل فيه نوع من الجفاف او الاحساس اتجاهه بانه بيكرهه بينبذه يعني ما بيتعامل معه بعقلانيه. اول ما نيجي المدرسه وخدت الخرطوش ولا الصوت في الطرابيزه رهبه ما عاديه المعايب بتروح. نعم انا بقدر على الدك. نعم نعم الاطفال يعني ما يعني ما دي كلها ده المسرح. نعم نعم حتى لو ما كانت على نطاق يعني المعلم او المعلمه لكن ممكن يكون برضو على ايوه على نطاق الجيران الاهل. نعم برضو ممكن الاسلوب دائما الكلمه الطيبه بنقول دائما بخربطهم صح ولا ما صح يعني الكلمه الطيبه جميله بتجذبك دون شعور بتحسسك بالارتياح بالميول للشخص اللي انت ممكن ما بتكون بتعرفه كويس لكن طريقته وتعامله معك خلتك تصل لمرحله الحب وتصل لمرحله الكراهيه. بقول لك معليش انا متاسف خلاص معك تروح تنسيكي كل شيء تنسيكي كل شيء. فناس عندهم اسلوب يعني راقي يضيعوا لك يدخلوك في الحب ويرقوك من الكراهيه. نعم وفي ناس بيخلوك تايه لا لا كده ولا لا كده ودي المشكله الكبيره. دي الكلمه اللي قالها دكتور احمد انت لسه واسكه فيها. نعم دكتور احمد واستاذه نواره قلنا في حب بتوهك وفي كراهيه بتقودك لمسافات بعيده جدا جدا يا دكتور احمد. ايوه طبعا انا بس عندي استدراكي الموضوع بتاع التصرف يعني الحيز العام يعني الحيز العام عندنا هم في مكان لكن في الحيز العام مثلا في مواد محدده يعني انت لو فقدت زوجتك وانت ما في متعدده. نعم نعم فتعزيز الحب الغير مشروط الحب الانسان يعني حب الانسان اللي هو كانسان هذه حاجه مهمه جدا تعزيزها خالص. نعم نعم لما تحب الشخص لنفسه دي حاجه ما عاديه. ايوه دي حاجه جميله جدا والله. نوار رايك شنو في الحكايه دي؟ انا عايزه اخش لك في حته ثانيه في حب ثاني كمان مختلف بيقول لك والله في حب الضحكات زي ما قال لنا دكتور المها الحسه. ما اعرف هل المصطلح ده عارفه ولا لا؟ ابدا. قلت لك الدكتور ساره قروش. الحقيقه عايزه اقول انه ذكرت انه يعني نقول احنا بنحب بمعنى انه انا ما اعرف الاسباب لكن تحت كده في اسباب سايكولوجيه يعني لانه ربما الشخص ده بيلبي احتياجاتك وتكلم لغتك بتاعت الحب يعني مثلا انت ذكرتي لواحد الاطراء
اللغات الحب اللي نتكلم عنها قليل، خمس لغات هي الإطراء واحد منها. بدعيتي لغة حبك الإطراء، وجيت أول يوم يقول لك أوه لا ما شاء الله لوك نايس حلو، أول حد عرفتيني؟ إذا واحد ثاني لغة الحب بتاعه إنه الكواليتي تايم، إنه الواحد يقضي جميل مع الزول. فإذا جا زول وأنت قاعدة معاه وشايل تليفونه وبتكلم، ما هتحس إنك بتحبه، لأنه أنت هو ما حب جديد وما تكلم لغتك بتاعت الحب. فما في سبب، يعني ما في حاجة اسمها يعني أنا بحب الزول ده لله، لكن سايكولوجيا كده في لا والله بتحصل، والله بجد يعني حبا كذا لله قاعد تجي والله، وقاعد تحصل كثير. رايك شو يا دكتورة سارة؟ انا معها دكتورة سارة بتوافقك الراي. لانه لازم يكون في شيء مشترك، مشترك، لانه يكون في حاجه خلتك انك انت قبلت الزول ده، يعني ما بكون ساي. يمكن مرات يمكن من النظرة الأولى أو طريقة السلام أو الترحاب أو إطلالته عن طريق اتجاه ثاني مختلف، عن شيء يعني. حتى كنت أرى البنات يخطبون تقول لك الزول ده أنا والله، ليه؟ لأنه الرسم ما في رأسه، خلينا نقول ما وصلت لسه، يعني ما لسه ما في عد التنازل عشان تقبل بأي بأي حاجة. أقول لله. نعم. إحنا حسنا لما قلنا لها الحب الثاني اللي هو الحب المادي، في شخص يمكن بيحاول إنه يجيب محبته للناس من خلال مادته أو العطية اللي بيديها للناس، فبتلقيه دائما سخي، يقول لك والله أنا بحب فلان ده، لأنه دائما لما يجي ما قاعد يقصر، بيبذل وبيدي. أنا بفتش في دي. نعم. فبيكون لي الحب احساسي اللي بيجوا ده، بكون لانه فعلا الزول ده بدي. نعم. فدي ما هي تفتكري انه ده حب كفايه؟ الكلام اللي قالته الدكتوره نوار، والكلام اللي قلته لك في شيء انا ببحث عنه ده وفره لي. انت بتبحثي عن الزوج، بتبحثي عن طيب لو الماده دي وقفت في وقت من الاوقات وجاني الزول ده كده ساي، حكرهه؟ لا ما بتكرهي، ما هي تولدت معاكي الفه خلاص، يعني مشيت مشوار ويعني بس حق يوم بس. لا ما في ناس حبهم مؤقت، يعني الحب لحظي، تبدا مصالح. ما طيب يعني ما قلت لك يلا في اللحظه دي، هل الحب حيتوقف ولا حيكون في استمراريه؟ لكن اذا كان اصلا انت مثلا يعني دايره تزوجي زول غنيان او مبسوط، انت ما حبيتي المال، يعني حبك للمال ده مربوط بالشخص ده، يعني للشخص اللي بيوفر. ما في ناس كتير عندهم بلايين لكن ما بده، فانت حبيتي الشخص ده لانه عندك ولانه بديكي. فانا دايره اقول انه الناس الانماط الشخصيه ونظرته للاشياء والشيء الداخلي اللي عندهم هو اللي بيحدد لهم انه يدوروا منه يكرهوا منه. نعم. احنا في ختام حلقتنا والموضوع جميل جدا جدا، رساله اخيره حنبدا بيكي تحبي تقدميها لكل الساده المشاهدين. انا والله بقول انه الحب والكراهيه موجودين، خلونا نتفق. الإنسان بيتحب لسلوكه وتعامله مع الناس الثاني، وبيتكره لسلوكه وتعامله مع الناس الثاني. وما نكون مثاليين وما عايشين في يوتوبيا ومدينة فاضلة كلنا نحب، لا، وما كعبين نقول كلنا نكره، لا، خلونا نحب، لأنه الحب فعلا هو اللي بيلمنا مع بعض. وما الحب يعني بين المرأة والرجل، الحب لكل الأشياء. ونحن نكره، يا ريت الكراهيه ما تكون ماشيه طوالي، يعني نتراجع. نعم. وما نكره بعضنا وما نأثر عليه بعضنا، وخلينا يعني ندي مساحه ننزل. وبعدين يا جماعه اللي بيجيب الكراهيه، اللي بيجيب الكراهيه عدم العداله. نعم. في كل شيء، يعني حتى المراه دي لو حبت الرجل، ويعني زي عيونه زي ما بقولوا، لو عمل اي شيء ما فيه عداله بالنسبه لهذا الحب، يبتدي مع شوية توفى قلب الله كراهية. يديك العافية دكتور أحمد. وإحنا في ختام حلقتنا اليوم عن الحب والكراهية، رسالة أخيرة تحب توجهها لكل السادة المشاهدين والمستمعين؟ أنا الحقيقة يعني حاول ما أمشي في تكنيك، يعني مش معارض ولا مختلف مع هو موضوع الحب الإنساني معناه المحتاج، يعني الشخص الحالي محتاج للمحبة، المحبة اللي زي ما قلت لك، وده يكون لأنه نقاوم
حصن كل الاندفاعات الموروثة عندنا شخص محدد نسبة لتطبيق محدد لتطبيق علم ولا دين ولا أخاء ولا غيره أكره مثلا الكفار مثلا شكلهم كذا ولا كذا فأنا بفتكر تحرير وعي الإنسان يكون قادر على التعامل بحياء وقبول بني آدمين الأشخاص وقبول الحق في المسألة المفهومية بعد ذلك تعامل بشكل إيجابي في تصحيح الخطأ إذا كان موجود ممكن يكون موجود وهكذا نعم يديك العافية شكرا دكتور أحمد الأبوابي استشاري الطب النفسي وأستاذ مساعد بجامعة الباحة يديك العافية وشكرا لك أستاذة نوار كلمة أخيرة تحب تقدميها لكل السادة المشاهدين عايزة أقول لو حسيت إن التكن زون أقعد كده وأفكر شنو الحاجة اللي عايز أنا أتعلمها من الزون ده مفروض أنا رافضة بداخلي لازم أنا أعمل لها يعني أتقبلها وأعمل لها يعني اعتبرها علامة يعني الحاجة الثانية إذا أنا بحب شخص وعايزة أحب شخص وعايزة يكون عندي يعني الحب ده هو اللي يغير حياتي لابد إنه أنا أتقبل نفسي وأنا أشتغل في الأماكن المظلمة بداخلي وأتقبلها وبالتالي بقدر أحب الآخرين وأتقبلهم وإن كنت أنا مختلفة. نعم شكرا كثير دكتورة نوار معاوية أخصائي العلاج النفسي والصدمات على هذه المداخلة الطيبة يديك العافية يا رب شكرا لك شكرا لك دكتورة سارة أبو أخصائي اجتماعي على هذه الحوار وهذه الجلسة الجميلة والأنيقة دائما اللي احتدنا عليها منك دائما وأنا دائما ما بقول إنه إحنا في النهاية ما ملاك كلنا بنغلط وكلنا بنخطئ لكن أهم حاجة إنه الناس تقدر تعرف هي غلطت في شنو وكانت نقطة الخصام كانت في شنو نحاول نبعد دائما من الأسلوب الجارح ومن الكلمات الما لطيفة نحاول نبعد دائما من الأشياء الممكن تجيب الكراهية لنا من خلال كلامنا من خلال أسلوبنا من خلال معاشرتنا للناس نخلق المحبة بيناتنا عشان نقدر نعيش في سلام ووئام دائما المحبة والحب والتقدير والاحترام بنولد وإحنا برانا بنخلق الحاجة دي من خلال تعاملنا مع الآخرين بالطريقة دي الناس بتقدر تعيش مع بعض بطريقة جميلة ولطيفة أنا بشكركم كثير على حسن الاستماع والمتابعة حتى جديد اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء